صباح الخير عليكم اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، حياكم الله. كيف ما كتشوفوني الان ابارتمون فاس متوجهه لاقليم صفرو، غادي نشاهدوا واحد الفيلا اللي كتواجد في بهاليل. حنايا شادين الطريق على بركه الله، وان شاء الله كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالي، اولا تنال الاعجاب ديالكم، والله يوصلنا على خير وبخير. هذه الطريق الرابطة ما بين فاس وصفرو، المنطقة اللي ممكن كتواجد فيها هاد الفيلا هي بهاليل، وإن شاء الله نتلاقاو في الدخلة ديال صفرو إن شاء الله بحول الله. إخواني المشاهدين، كيف ما كتشاهدونا الآن وصلنا لمدينة صفرو، هي هادي الدخيلة مدينة صفرو. غادي نمشي باش ندورو ان شاء الله بحول الله لبهاليل على بركة الله. هاد الطبيعة اللي كتشوفو رائعة، منطقة فلاحية معروفة بالزيتون وحب الملوك. دابا هادي الدخيلة ديال بهاليل. المشاهدين، وصلنا على بركة الله لبهاليل، هادي هي الدخيلة ديالها. اخواني اخواتي، كيف ما كتشاهدوا وصلنا دابا للفيلا اللي قلت لكم، هي هادي الفيلا، هذه الدخله ديالها البرينسيبال هي هذه، وهذيك الدخله ديال الكراج. غادي ندخلو، انا دخلت من الدخله ديال الكراج هي هذه. جريده الدار كامله دايره بهاد الجريده هذه، كاين عاوتاني هنايا الدخلة ديال هاد الجريدة هادي، شحال كتمنى لي فيها، شحال في الأرض؟ مية في الأرض. سولها عبد الإله، غادي نمشيو مباشرة، غادي نوريكم هادي هي الدخلة اللي قلت لكم اللي وريتكم من برا. فيها البير، فيها سميتو الماء ديال الرديف. هذه هي الدخيلة. ملي غادي نطلعو السطح غادي تشوفو واحد المنظر رائع من الفوق. شنو قالت لك؟ والله حلي الباب هذه اللي من هنا. على بركة الله، هذه فيها ريتشوسي وفيها لاكا وكاين سطح، حتى اللي بغى يزيد دوزيام سطح دوزيام ايطاج في السطح ماشي مشكل. هذه هي الدخيلة. شنو قلتي لي بالنسبة لها؟ بالنسبة للقطعة فيها 700 متر واللي مبنية هي 230 متر. كيف ما سمعتوا السيد اللي معايا، يعني جاب المعلومات مع السيدة، على بركة الله. هذه هي الدخيلة، كنلقاو هاد الكليسة هنايا بحال السيجور، سمحوا لي. هذا هنايا صالون بلدي، هي راها مشمشة كيف ما كتشاهدو، راها سادة السراجم، يعني جردة دايرة بها، الشمس داخلة لها من كل جهة. السراجم محبوبين،
الدار كامله الاطلاله ديالها على الجريدات كيف ما قلت لكم لحقاش. ها هذا السريج مزرهم ما محلولينش. كاين صالون اون فاصل صالون وكاين سيجور. هذا صالون واحد اخر حتى هو بلدين نفس يعني عنده اطلاله على الجهه الاخرى ديال الجرده. كيف ما قلت لكم هاد الفيلا كتواجد بالصفرو في البهاليل. شحال فيها البيت الفوق؟ فيها ثلاثة الشومبرات الفوق وصالون سيجور. فيها ثلاثة البيوت الفوق، فيها جوج ديال الصالونات، وفيها سيجور، وفيها الحمام، فيها الطواليط، وكاين عاوتاني في لاكاب اللي غادي نشاهدوه بعد قليل. كاين هنا واحد لافابو غادي نمشيو نشاهدو البيوت. هذا البيت الاول بيت نعاس بالحمام حتى هو الاطلاله ديالو جايه على الجريده. الحمام هو هذا اللي فيه لافابو وفيه التواليت وفيه الوطاية وكاين دوش خفين. غادي نخرج من الحمام. هاد البيت راه فيه بلاكار وهذا غادي نمشيو مباشره للبيت الثاني هو هذا والبيت الثالث هو هذا وكاين عاوتاني هنايا طويط. غادي ندخل على بركه الله لهذا البيت هذا اللي كيتواجد به حتى هو البلاكار. البيوت راه فيها كبار وكاين هذا البيت عاوتاني حتى هو فيه بلاكار نفس الاطلاله على الجريده. نوريكم هذه راه الشباك السيده على ود هانتوما منظر رائع فيها. هذا البيت شاد جوج ديال الفراصد. اخواني اللي بغى يجي يشاهدها ما عليها يتصل بيا غادي نمشيو نشوفو يعني الطواليط والحمام. هذا هنايا الطواليط وغادي نهبطو مباشره لتحت. غادي الهبيطه ديال لاكاب اللي غادي نهبطو عنده حتى هو الباب كيدخل من الجرده كتهبط مباشره باش تدخل من الباب اللي دخلنا منه حنايا. وهذه الطليعه ديال السطح اللي غادي نشاهدوها بلاتي مسالي من التحت ونطلع للفوق. غادي نوريكم الخرجه ديال هذا الباب كنخرجو الجريده هي من هنايا الدخله منين دخلت ديال الكراج. وهذه كيف ما كتشاهدوا الجرده كامله دايره تنسالي. وغادي ندور على الجرده كامله
باش تشاهدوها بانها دايره على الفيلا كامله. على بركه الله غادي نهبطوا هذا لاكاف، فيه الصالون هنايا، اسمحوا لي واحد السيجور صغير. كاين هنايا حمام، دا لاكاف راه خصو شويه ديال اصلاح، خصو شي صبغه. هانتوما هذا كامل جليج كي تشاهدوا، والبانيو ديالو غادي نمشيو نشوفو كاين فيه صالون. حتى هو عندو جوج ديال السرجمات، الإطالة ديالها على جدريدات. نمشيو نشوفو الكوزينة، غادي ندخلو الكوزينة، فيها بلاكار من الفوق، بلاكارات من التحت، فيها بلاصة ديال الانستالاسيون ديال الشوفون، تا هي فيها جوج ديال السريجمات، الإطلالة ديالها تاهي على الجريدة. المهم كيفما قلتلكم الدار كاملة الإطلالة ديالها على الجردة اللي غادي نخرج دابا غادي نشاهدوها كاملة. دونك على بركة الله دابا حنا طلعنا من لاكاف، غادي نمشيو نشاهدو الجريدة كاملة. هادو السريجمات ديال لاكاف، هانتوما كاينه هاد الكليسة هنايا ممتازة، دايرة كاملة بالسور، فيها الزيتون، فيها القرموص، خلعني، فيها اللوز، يزير دايرة يزير. هادي الظهر ديال الفيلا، وعاد نمشي نشوفو الدخلة ديال الفيلا. هانتوما شنو غنمشي ليه غنشوف الفيلا فين اخواني. دابا انا طلعت للسطح كيفما كتشاهدو، هاد المنظر كامل كيبان من السطح. في الصيف اذا بغى بنادم يجلس في هاد البليسة هادي، هاد الجلسة هادي هنايا، الإطلالة ديالها على الدخلة ديال الباب وعلى الكراج. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.